السلام عم مختار، حسيل التربو هاو جبته قدامي وشفت حسيل ليزيلات اللي لهنا فيها دو بلاش جو، ما فيهاش برشا، مش حاجة كبيرة. التربو متاعها دوريجين هذايا فهمني متاع فوالا، هاكا تشوف فيه تيربو فرانسيس نتاعهم هما دوريجين، هذا يعمل بيه 260,000. الكوتي الاخرى فهمني ولا لهنا ما فيهاش جو جملة، معناتها المشكل ماهوشي في التوربين، المشكل طلع في الاكس. كلامك صحيح، الحس هذاك اللي نسمعوا فيه فهمني ولا الزريت نتاع الكروا ماهوش من الكروا، هذاك الزريت هذاك الكل طلع من التربو. كلامك صحيح عم مختار، مشكور وراك معلم يا عم مختار، خاطر الحس هذايا معناتها تاع واحد عنده برشا اكسبيريونس باش يطلع لك معناتها تربو بان. كي اسمع فيديو حسيلو عم مختار مشكور جدا. حسيلو المشكل هاو طلع وين؟ المشكل في اللاكس، نسمعوا معانا مع بعض. اوكي هذاك الحس نتاعو حديد يمس في حديد، هذا طلع المشكل بالضبط في اللاكس نتاعو، في السيجمون تكسر من داخل فهمني. بون حسيلو حبيت نشري تربو جديد غالي في الاوكازيون، حسيلو كل واحد وسوم ومتعرفش عليهم، معناتها ما ينجم معناتها يكون ماشي 100,000، ينجم يكون ماشي 300,000، معناتها ما تنجمش تعرفو بالكدي معناتها التربو. حسيلو خممت باش نشري لاكس جديد، حسيلو لاكس كامل ب50 أورو، نشريه جديد ونبدلو، نفرك هذايا وهذايا ونركب اللاكس جديد، هكاك يبدا عندي تربو فهمني ولا واثق منه ونعرفه جديد، خير ما نشري واحد اوكازيون ما تعرفش عليه، نجم يمشي بيك 10,000 20,000 ومن بعد يطيحوا. با حسيلو مشكور جدا عم مختار، وهذا الفيديو اللي كنتي، ويرحم والديك عم مختار وراك معلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا جواب على الفيديو اللي هو في مصوت، يعني في بعد ما بدل الكاتينة أو الكراتشين، وحبيت نشوف يعني الكومنتات اللي هم جاوبوا، هل ترى عرفوا الصوت منين ولا لا. وانا كنت اقترحت على صاحبها بالتليفون باش يفك حاجات معينه ويخبرني، نسمع الساعه الصوت السؤال نتاعو ونعملوا تحليل على الموضوع ونشوف الكومنتات شكون جاوب وشكون ما جاوبش. السلام عليكم عم مختار، هذا كلمتك عليها الرونو سينيك ليتر 9 دي سي، تعمل في الحس في الكوتي نتاع ديستريبيسيون، ما شريت لها كيت كامل فهمني ولا الديستريبيسيون، وبدلت البومبا وبدلت التوندور كل شيء، مشيت بها حسيلو عملت بها دوره واحد كل شيء تمشي نورمال ما فيهاش حتى مشكل. ومن بعد من غدوة الحي زدت عملت بها دوره واحد كل شيء، نزلت عليها شويه الكهرباء فهمني ولا تعمل في الحس، ها باش نخدمها تو الكهرباء وتو تبدا تسمع في الحس. توا هكا يا مختار تشوف فيها الموتور كيفاش، توا باش نكسيري تقول يعمل في الحس، تنحيتها وقت اللي بدلت الكروات اللي بتسمع فيه، واللي تعمل في الحس هذا،
هذا الفيديو اللي هو قلت لكم عليه اللي هو العنوان بتاعه هذا الصوت في المحرك صار لي بعد ما غيرت الكاتينة. نشوفوا الجواب نتاع الكومنتات نتاع الاخوه اللي هذا الوطن المغرب بروبليم من ركبت الكروا بالك راك ما زيرهاش بزاف. هذا صوت طوندار عم مختار الله اعلم. هذا احمد هذا عماري يمكن تكون مضخة الماء الجديدة غير أصلية يجب إعادة تبديلها وتأكد أيضا من الكلاش نتاع الشان. هذا يا أخونا عدنان يقول لك بروي توندور كروا ألترناتير. هذا يا بالك لشان توندير أكثر من لازم شنو هذا اللي هو صوته اسمه هو طويل شوية. هذا توم توم انجكتور ديفو الكتريك ماس. هذا جوزيف بروبليم كالاج دي ديستريبيسيون. هذا ميمي ميو يا راجل ان كان لا تعرف كيف تبدل لازم تتعلم مع الميكانيكي ثم تبدل وحدك راك غلط في كالاج. لو تصور الدخان سبب راهو قيسه في بيستون انصحك ان تمشي بها وتاخذها الميكانيكي. سي با لا بولي دي بريابل. هذا يعني جو دير ان ماس انفيسون. هذوما كل الاجوبه اللي هما حوالي 17 او 18 كومنتار 19 تعليق حتى واحد منهم ما عرف الصوت منين. وانا تواصلت معاه بالتليفون وفهمت شنو باش يعمل بالضبط وشنو الحركه اللي لازم يعملها باش يفهم الصوت. لان هو مشكلتنا احنا بصفة عامة سواء صناعية او غير صناعية لما نخدموا حاجة ويصير بعدها مشكل نربطوا ديما نقعدوا مربوطين بالحاجة اللي يعملها وهذيك اكبر غلطة. انا ليش انا ديما نرجع بالانسان للخلف او كذا على المشكلة هذي. هو طبعا وقت يبدل الشان وكانت السيارة لبس عليها كانت تمشي مليحة ما فيها شيء وبدل الكاتينة صار المشكلة هذي. هو يعني ركز على المشكلة هذاك فقط ونساء اللي فما ممكن حاجات اخرى تصير بالصدفه. يعني تعمل مشكل بالصدفه مش ضروري باش تكون هي بالضبط تعمل مشكل بالصدفه مع في نفس الوقت. فانا طلبت منه باش يعمل حاجات وعملها والحمد لله طلعت النتيجه صحيحه. وان شاء الله تو نعطيكم نحط لكم الفيديو شنو اللي صار بالضبط شنو اللي عمل. ومازال فما فيديو اخر ان شاء الله نترقبوا منه بعد ما يكمل يصلح السياره. باهي تو راني نحيت التربو فهمني حطيته اكوتي نجرب الموتور ديريكت فهمني فوالا باش نخدم الكهرباء توا وتو تسمع حس الموتور تبدل نورمالمون. هاو الاكسيليري تو صار له الصوت هذايا ركز فقط يعني انه صار له الصوت صدفه بعد ما بدل الكاتينه. ركز طول على الكاتينه ما حاولش ما يخدم مخه انه هو ممكن تصير حاجات بالصدفه مع حاجه هو خدمها مثلا. فانا وقت سمعت الصوت عرفته اللي هو من التربو مش من الكاتينه. فطلبت منه قلت له حاول هو ما شاء الله عليه يعني هو مش ميكانيكي لكن سمسار بتاع كراهب يبيع ويشتري كراهب وعنده فكره هو عنده يعني قراءة على الميكانيك وعنده فكره على الفك والتركيب ويعني وعمل برشا حاجات وحده يعني.
من ضمنها قلت له فك التربو وشغل السياره من غير تربو واسمع الصوت، يا ترى الصوت مازال موجود ولا لا. طبعا كانت الفكره متاعي صايبه، فك التربو وشغل السياره بلاش تربو ولقاها الصوت ما عادش موجود وتخلص منه. تو بشي علاش قلت لكم فما فيديو اخر، تو بشي يشري تربو هو ويركبه ويعاود يعمل لنا فيديو كامل بالمشكله كلها، لانه هو عمل برشا حاجات، تعب برشا حاجات، عمل حتى فك حتى الكوسيني والكارتير وفك مضخه الماء وفك كل الدنيا كل فكها وعاود ركبها، وهو يدور على الصوت. وهو الصوت يعني طبعا كي استدرجت وانا في الكلام قال لي صحيح، قال لي انا وقتي بعد ما ركبت لها الكاتينه خرجت بها نزلت عليها حسيت بحاجه تكلمت هكا، حسيت بحاجه اللي هي صارت في الموتور، لكن ما قال لي ما ربطش الاحداث ببعضها، ما ربطش المشكل بالتربو. هاني نحاول انا ديما، شفت كي الانسان كي يجيبوا لي يبعثوا لي فيديو واضح ويفهموني شنو اللي فهموا بالضبط نجم نعاونهم، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب جميعا وربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.